جو اون لين هادو ما سي كوكو سورس سي ان نوفو تروك في الجيري دونك لي جو الكترون الالعاب الالكترونيه هادي حاجه جديده في الجزائر والغايه من التنظيم تاع هاد المظاهره هادي سي كو باش الناس تولي تعرف شويه اكثر على الالعاب الالكترونيه وتدخل في الميدان سورتو حتى الان دوك بدات تتحسن يعني الانترنت تاعنا بدات تولي حاجه اللي نقدروا نلعبوا اون لين بلوزوما يعني باش ما نقولوش عندنا دي بي شباب وسمو مين نقدر واحد الوقت ما كناش كاع نقدروا نلعبوا يعني احنا ككم دي جيمر ما كاش كيف تقسي اجميع واحد لا انا قلت ما كنتش نقدر نلعب مي لحد الساعه راه بداو شويه بدات الامور كيما نقولوا تحسن شويه دونك فوالا سكسي دوك انتايا تي ان جوور تاع اون لين هاد لي جو سي كوا تي جو بريفيري دوك حنا نلعبوا العاب لي صادير دي جو موبا اون لي زابيل دي جو موبا كيما دوتا 2 لول اكسيتيرا دوك هادي العاب يعني فيها صادير دي جو استراتيجيك دونك سي دي جو لي تلعبوا 5 في 5 دونك 5 كونتر 5 لي يكونوا فيهم كيما نقولوا منافسه على هدف معين لي جميع واحد فيه نقدروا نقولوا فيه الذكاء فيه نوع من الذكاء فيه نوع من كيما نقولوا دي تاكتيك افير لي كيما يقول لك انا شغل نديرها بين قوسين نقول لك بلي الناس اللي تقول بالالعاب الالكترونيه هذه ترجع الاطفال وترجعهم يعني تنحي لهم المستوى الدراسي تاعهم ولا تنقص لهم شنو انا نقول لهم لا العكس هناك دول يعني راهي تدير امتحانات تاع هاد الالعاب الالكترونيه اللي صادر بوتيستي لو ريفلكس تاع لونفون اي تو دونك اون كيلكو سورت حاجه كيما نقولوا مفيده ما فيها حاجه سلبيات وفيها ايجابيات يعني جميع حاجه تكثر منها جميع حاجه تكثر منها اذا زاد الشيء عن حدي انقلب الى ضدي هذه هي.